بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اليوم شرح الجهاز الهضمي. وصلنا في محاضرتنا السابقة إلى Type of the Movements للGastrointestinal Tract، وقلنا راح تكون عندنا نوعين من الحركة. النوع الأول هي Propulsive Movement، الحركات الدافعة اللي راح تدفع لي الطعام المن إلى الأمام حتى يصل إلى البارت اللي يصير فيه Digestion Absorption. النوع الثاني من الحركة اللي هو Mixing Movement، حركات المازجة اللي هو مثلا راح يبقى عندي الطعام في الانتستين، أصير له Mixed at all time، يصير له عملية مزج مع الإنزيمات والمواد الهضمة. راح نجي هسه نشرح كل نوع من هذه الحركات وش لو راح يصير عندنا. حنبلش بالبارت الأول أو النوع الأول اللي هو Propulsive Movement، اللي راح تتكون عندنا البريسليسس التمعج. راح نجي نوضح شنو هو التمعج على هذا الفيجرز. راح تجي دخل عندي الطعام الى الجسم، شلون راح تتكون عندي هاي الحركة مالت التمعج. نقول ان هذه الامعاء ونقول هنا هذا الطعام، تكون عندي هذا الطعام بسبب انه الطعام ملئ لهذا العضو ولازم، وعندي طعام اخر لازم يدخل الى الجسم. راح يتكون عندي في بوينت معين هنا نسميها الكونتر كالورينج، حلقة متقلصة. هاي الحلقة المتقلصة راح تسبب لي شنو؟ راح تسبب لي دفع للطعام. ونلاحظ خلال 5 سكند راح اشوف الطعام وين وصل عندي بالحركة مالته، انتقلت الحركة مالته وانتقلت ويا الكونتر كالورينج همات. فهذا هو هذه الحركة، هي هنسميها البريسليسس التمعج. موضح هنا قال انكوتر كالورينج راح تظهر عندي بأي بارت بالقات، سبب لي حركة وتشبهها كتشبيه وتوضيحه انه قشة عندنا مع العصير تخلي فيها معجون، نخلي عليها الاصبع ونحركها على طول القشة، هي هاي فتشي مشابه لحركة التمعج. يقول عندنا هنا التمعج ان هي خاصية properties many central وين بالسموث muscle tube. لما يصير عندنا stimulation بأي part بالgut، أي part يعني أي part يصير بيه الطعام، حصل شنو؟ يتكون عندي counter coloring وراح تظهر على أي نوع من العضلات بالcircular muscle. وصلنا هسه نعطينا فد معلومة إن حركات التمعج مو فقط موجودة عند بالجات، مو فقط بالجهاز الهضمي، زين بعد وين موجودة أيضا؟ هتكون موجودة بالبيل داكت، يعني بالقنوات الناقلة المواد الصفراوية، بالجلانديولار داكت، بالقنوات الناقلة المواد اللي تفرزها الغدد، باليوريتريز، بالأحليل وغيرها. And many other smooth muscle tubes of the body. جاي هسه حاجي على التمعج، شو مسببه، شلون راح يصير. راح نبلش. يقول ان التمعج راح يصير عندي انتفاخ في القناة الهضمية distension of the gut. راح يتجمع عندنا هنا، راح يتجمع عندنا مثلا الطعام في مكان معين، افرض الطعام راح يتجمع عندنا هنا. هذا التجمع للطعام ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي انه راح تتكون عندي هنا سيركل كونتراكشن رينج، كونتر كالورينج. هذا الكونتر كالورينج راح يسوي لي دفع للطعام ونقله الي خلال الاعضاء الهضميه. اي بوينت اوف ذا جات راح يصير عندي ستريتش بسبب تراكم الطعام، فالانتريك نيرفس سيستم راح شنو؟ راح انه يحاول يقلل هذا التوسع. شو يكون لي؟ يكون لي كونتر كالورينج. كونتر كالورينج تكون كانيشال كبداية للبريستاليك موفمنت، اسمه كان انيشال انكلود. هسه نجي على المسببات، شنو الاشياء او المقدمات اللي ممكن تسبب لي حركات التمعجيه؟ الكيميكال
or physical irritation مستعمل تهيجات أو تحسسات كيميائية وفيزيائية بالإبيثيريال لايننج بالطبقات الإبيثيريال مالت الجات. والسترونج باراسمبثاتيك نيرفس سيجنز بكون عندي إشارات عصبية قوية من الباراسمبثاتيك راح تسبب لي تمعج أيضا قوي. لكن كبارت شنو اللي تكون إنيشال مؤسسة أو بداية أو إنشاء للحركة التموجية اللي هو الكورتيكال رينج أبيرز ظهورها. طبعا كلها الكيميكال والفيزيكال والسترونج باراسمبثاتيك تسبب لي كورتيكال رينج وتكون عندي الحركة. قلنا احنا انه نحكينا على الجهاز العصبي اللي يكون عندي بالجهاز الهضمي، حكينا عن انه راح يتكون عندي من اما المينتريكال بلكسس ويتكون عندي من السب ميكوسال بلكسس. يعني راح يتكون عندي من نوعين من الضفائر، نوعين من الضفائر، هاي الضفيرة الأولى اللي هي الميتريكال والضفيرة الثانية هي السبيكوسال فلكسس. هسه دي يقول انه اكو علاقة راح تكون عندنا بتوين الميتريكال وهاي الحركات التموجية. يقول انه في الاماكن اللي ما راح يتواجد بها هذا النوع من الضفائر ماكو الميتريكال بلكسس راح تكون عندي التموجج ضعيف نوت الفور اني بورشن، يعني الاجزاء اللي تكون ما موجوده بها ابسنت الميتريكال بلكسس راح تكون عندي هذا التموجج ضعيف او يكون اصلا غير موجود. في حالات معينه وحالات مرضيه راح شو يكون عندي، يكون عندي شلل بالنهايات العصبيه اللي هي paralyzed chronic nerve ending بالmetric blocks. هنا لازم شو يصير عندي completely block in the enteric gut، راح يجي يتراكم الطعام وما راح يصير عندي حركة تدفع لي الأكل أو المواد اللي تم تناولها. فشو نسمي الشلل، شلل النهاية العصبية بالmetric blocks. this شنو العلاج إلها؟ نعالجها بالأتروبين. هنا كبيسك شيء جدا جدا مهم، هنا الافكشيال للبريسليسيس ريكوايرد اكتيف مانتريك بلاكس، يعني التموج الفعال يحتاج ضفيرة عضلية معوية نشطة. يعني اذا المانتريك بلاكسس اكتيف وصحية راح يكون عندي هذا التموج فعال وصحي ويؤدي وظيفته. هنا direction movement، هنا شلون راح يصير عندي هذا التموج، شلون راح ينتقل لي يقل الطعام الى الانس الى المخرج، حيكون كان اوكر direction ممكن يصير لي بشكل تلقائي لما يكون عندي شنو stimulation point، يعني نقاط محفزة normally days out repeat or order direction containing or considered distance to the anus، يعني انه راح تجي لي وتقل الى الطعام بعد ذلك تتوقف. The exact case direction transmission of the process of being metroplexus is polarized. من المسببات كنا أما يكون إلي بشكل تلقائي المسبب الأول direction يكون عندي stimulate point طمع حفزة هي وجود الطعام وصار عندي هذه الحركة وتنقل الطعام إلى الأنس إلى خارج الجسم. ونقطة ثانية ممكن إنه يصير عندي نتيجة إنه المايتروكوبلكس شنو polarized the anal direction in the anal direction، يعني راح يصير إلى شنو قطبي باتجاه الأنال. هنا نجي على الرفلكس اللي يصير عندي بالحركات التموجية اللي راح نطلق عليها the law of the gut، يعني قانون القناة الهضمية. When the segment intestine exit by distension، يعني إنه راح يصير عندي intestine tract قناة الأمعاء حصل لها استثارة بسرعة إتفاخ، هذا راح يكون عندي ثيرابي إنيشيال راح يتكون عندي شنو بريسليسيس حركات التموجية. الكونتريكال رينج راح تسبب لي هاي الحركات التموجية اللي راح تكون باتجاه تبدأ باتجاه المقطع المتفخ distance segment.
وشنو تبدي تدفع إلية، يعني مثل هنا اللي عندنا بالرسم نشأت إلية هنا باتجاهها بتبدأ قبله، وبعدين تبدي تدفع إلية خلال الأمعاء. طبعاً المنتفخ pushing the stomach contain the 5 to 10 سنتيمتر، راح يدفع لي هنا الطعام من 5 إلى 10 سنتيمتر before dying out. بعدين شنو راح تتوقف؟ same time the gas sometimes is relaxed severe سنتيمتر، راح يصير ممكن بعض السنتيمترات تصير هذي شنو حالة relax، حالة من الراحة أو تقانط scaled septic relaxation، راح نطلق على هذه الحالة اللي تكون عندي بها بعد بعض بضع عدد من السنتيمترات راح يتوقف عندي هذا الموفمنت، نسميها ريسبتيف ريلاكسيشن. Love the food to proper more easy and leave than ordered، يعني حركة مالتي راح تكون جدا سهلة مما لو كانت ordered، يعني تكون بهذا النوع من الاتجاهات. Complex not occur absent، يعني نرجع لمرة ثانية قلنا هذه نوع من الحركة المعقدة أو الاتجاه ما راح تكون عندي إذا ما كانت في المواقع اللي عندي mitral plexus من الضفائر المايتريك. complex scaled هذا complex العملية المعقدة أو الشيء المعقد نسميه mitral reflex أو repressed leg reflex. reflex plus anal direction of the movement versus هذا سنجي على الجزء المهم اللي هو law of the gut، شنو معناه شنو meaning وشنو نطلق عليها هذا law of the gut اللي هي depressed leg reflex، الارتداد التموجي والانال دايركشن والاتجاه to the anal، وهي هذا النوع مات الموفمنت سمي شنو law of the gut. وصلنا الى المكسينج موفمنت، هسه بس كملخص انه للبريسليسيس للتمعج راح ينشأ عندنا مثلا في نجي على الأمعاء نشأ عدة بسبب انه الطعام راح يتراكم في هذا البوينت المعين بهذا النقطة، تكون عندي الكونتر كالورينج راح يندفع عند الطعام، يعني راح ينتقل الطعام من مكان الى اخر، هذا كبوينت اريد تفتهموه. نجي هسه على الميكسينج موفمنت، شنو اختلافها العدم ديك حركة هاي شنو راح يسوي لي يعني بالطعام خلال الجهاز الهضمي؟ يقول إحنا mixing movement is the fair different part، تكون مختلفة اختلاف البارت من جهاز الهضم، يعني بالمعدة تكون الحركة هاي شدتها قوتها طريقتها مختلفة عن مما تكون بالأمعاء. In some areas the bristling contractions themselves cause most of the mixing، في بعض الأحيان أو في مناطق معينة هاي الحركات التموجية أو انقباضات التموجية تصير عندنا هي السبب من الميكسينج. When board provision testing contain block a sphincter، هسه يعني شلون نشرحها؟ نشرحها هنا أنا. هنا هذه المعدة، هنا عندنا هاي العضلة العاصرة البوابية، لما يكون عندي هنا الطعام تكون عندي هنا هاي العصارة الهضمية، حصل عندي نوع من الحركة، هذا مات الحركة شو يسوي لي؟ يسوي لي مثل الخض، راح يخض لي حتى يصير لي شنو يصير لي مزيج بين هاي المواد الغذائية اللي أخذناها والمواد الهاضمة. هنا جاي موضحة يقول إن السمول انتستين راح تكون موجودة عندي بالسفنكتر، راح وهذه البرس الحركات التموجية راح تسبب لي شنو تشيرن، تخض راح تخض لي الانتستينو كونتين دردين، يعني غير عملية الدفع راح تدفع لي فقط شنو راح تسوي لي ميكسينج هذا النوع. أكو نوع ثاني at other time في أوقات أخرى راح تكون عندي شنو، تكون عندي local intermittent constructive contraction انقباضات موضعية متقطعة، هذه الانقباضات الموضعية المتقطعة شو راح تسبب لي؟ عفوا تحدث لي a few centimeter in the gut wall، يعني
كل بضع سنتين ثلاث راح تصير عندي. هم ما تعرف شنو وظيفتها، وظيفتها ان تكون لي تشبه عملية الخط حتى يصير عندي امتزاج. فقط عملية امتزاج وميكسينج حتى لا، حتى يصير لي سليب شوبينج وشيرينج، قص وتقطيع للمواد الغذائية حتى يسهل امتصاصها. أخذنا في بالابتدائية والمتوسطة وبالإعدادية عن الدورات الدموية، الدورة الدموية أنواعها شلون راح تكون. من ضمنها أخذنا الدورة الدموية الحشوية. الدورة الدموية الحشوية وين راح تكون؟ راح تكون عندي بالجهاز الهضمي. شلون راح تنشأ؟ وين راح يروح الدم؟ وين يدخل؟ هيك. الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي قلنا ان الجهاز العصبي مالته سميناه الانتريكل نيرفس سيستم. جينا هسه على الدوره الدمويه مالته، ايش راح نسميه؟ راح نسميه سبلين تشيرن سيركليشن، هذا اسمه. يقول انه البلود فيجل مثل يعني مثل بقيه اجزاء الجسم والسيستم مالت الجسم، من راح يحتوي على بلود فيجل فيجلز، راح يحتوي على اوعيه دمويه هي راح تنقل اياها. حيضمن لي تدفق الدم من الجات بنفسه الى المن، الى السبلين، بنكرياس والليفر. حكون مصمم عندي جهاز الهضمي بحيث انه راح ينتقل الدم من الجات بعدين للسبلين بعدين البنكرياس بعدين يروح لوين؟ للليفر. يتجمع لي من هذه البارتات وينتقل المن للليفر. بس راح نعرف ليش راح يروح للليفر، ومنو من يصير عند الهضم شنو اللي راح يروح للليفر، المواد شنو المواد اللي ما راح تروح للليفر، راح تنتقل لي عن طريق هذا الدم هذه الاجزاء ويروح لي للليفر، يروح لي للبورتال فين بالوريد البوابي، هو راح ينقل الدم للليفر. الدم راح يمر لي قلنا بالجيوب شنو الكبديه الهيباتيك فينز، بعد ذلك يطلع. بس نشرح هذا البارت ونجي نوضحها بالضبط شنو راح يصير عندنا بالكبد. نجلس على الوظيفة، انه انا ليش الدم راح للكبد، شنو راح استفاد يعني هذا الانتقال للكبد، وظيفة الكبد شنو. يقول انتي الكبد راح تحتوي على ريتيكولو ابيثيليال سيل، ابيثيليال سيل شو راح اسوي لها؟ تحتوي على سينسويد جيوب، هذا الجيوب يسوي لي ريموف للبكتيريا اند اذر بارتيكلز ماتيريال، سوي لي اضاءة احسوي لي اذا ازالة البكتيريا المواد الغير مفيدة، خلايا غير مفيدة تكون موجودة عندي بالدم اريد اتخلص من عندها، الليفر هو راح اسوي لي شنو؟ ازالة. prevent direct transport to potential harmful again، يعني راح يمنع لي انه هذه المواد المؤذية او العناصر المؤذية للجسم راح يمنعها ان يصير لها انتقال مباشر للجسم، لا راح يمنعها. اذا وظيفتها تقريبا وظيفة دفاعية لازالة البكتيريا المواد المؤذية من الجسم. حنجي هسه نشرحها هنا، عفوا خلينا ناخذ هذا البارت ونشرحها على الرسم. راح تكون لي نعرف احنا المواد طبيعتها اما تكون محبة للماء او غير محبة للماء، يا اما مواد تكون فات او غير فات، بروتينات وغيرها. المواد اللي تكون ووتر سوليبل يعني متذائبة في الماء حيتم امتصاصها عن طريق من؟ عن طريق الجهاز الهضمي بالجات بالامعاء، تمتص جزء منها امعاء دقيقة وامعاء الغليظة. فتدي اشياء المواد الذائبة كربوهيدرات والبروتينات راح يتم امتصاصها، فبالتالي هذه المواد ما راح يحتاج انتقالها للليفرز وصير لها تنقية وغيرها. are transported بالبورتيال فينوس بلود، بالتالي هذا المواد نفسها راح يتم امتصاصها في الصيف بالدم، راح تروح لي من عن طريق البورتيال فينوس عن طريق الوريد البوابي. راح تكون لي هاي الخلايا الريتيكولوندريال سيل والبرانكيميال سيل. كيميال سيل انت الليفر والهيباتيك سيل حسوي لي هذه الخلايا الموجوده بالكبد تسوي لي ابسورب اند ستور تمبرري فروم ذا هيلث ثيرث ريكوايرد اوف ذا نيوتريانت. هاي الخلايا اللي ذكرناها الثلاثه عفوا الاثنين
هاي خلايا بتكون شنو وظيفتها؟ اللي هي الخلايا الهيباتيك الموجودة عندي بالليفر، يكون عندي أبسورب امتصاص وستور خزن، خزن مؤقت المن لنصف أو ثلاث أرباع المواد الغذائية. وأيضا شو حصير بها هذه الخلايا؟ حصير بها كيميكال انترميديت بروسينج، يعني المعمليات كيميائية معقدة راح تصير لها من بالليفر سيل. المواد الغذائية اللي تكون عندي قلنا هسه احنا المواد الذائبة بالماء امتصتها المعدة ونقلتها الى الدم، زين هذه المواد اللي تكون عندي طبيعتها فات دهون، هذا شلون راح يصير امتصاصها؟ راح يصير امتصاصها عندي بالانتستينال ابسوربشن انتو انتستينال لمفاتيك. راح يصير امتصاصها وين؟ باللمف الموجود عندي بالامعاء. And then called systemic circulation of the blood. بعدين شلون زين اللمف هو اخذها شلون راح ترجع لي للدم؟ راح تعود للدم عن طريق الثوراكيك داكت، عن طريق القناة الصدرية. بعدين راح تمر لي الى الليفرز. احنا نجهز على هذا الرسم نوضحه. اول شيء جت عندي هاي مادة غذائية قسمناها الى نوعين، نون فات وفات. النون فات امتصت الامعاء مباشرة، امتصتها وين؟ راح لي للدم، عن طريق الدم انتقل لي للبورتيول فين. البورتيول فين راح لوين؟ راح للهيباتيك البورتيول بورتيول فين وريد البوابي، راح لي للكبد، راح للجيوب مالت الكبد، تم تنقيته، زالت البكتيريا والمواد المؤذية عن طريق الفينا كافا، رجع لي للجسم حتى يستفاد من عند الجسم كتغذية، دم حول على مواد غذائية. جينا على النوع الثاني اللي هو الفات، لا جينا شي بي فات. نعم بالامعاء نفسها راح يصير امتصاص، لكن منو اللي يمتصه؟ اللمف. بعدين وين يروح لي؟ يروح لي للقناة الصدرية، للقناة الصدرية ثوراك داكت، ومن هناك يتم ارجاعها الى الدم ويروح يرجع لي للليفرز. باي بيسك ليفرز. وصلنا هسه للإفكت للجات اكتيفيتي، يعني نشاط مات الجهاز الهضمي والميتابوليك فاكتورز، هل راح تأثر لهذا على تدفق الدم؟ يكون في الحالات الطبيعية تدفق الدم راح يتدفق عن الدم كل أجزاء الجهاز الهضمي، كل طبقة من عنده. Directly related of the level local activity، يعني طبعا راح يصير عندنا يعني علاقة بين وجود الطعام وتدفق الدم. يقول لما يكون عندي absorption للطعام حيث تكون ممتص الطعام عن طريق الفلاي، لما يكون عندي حالة امتصاص للطعام تدفق الدم خلال الفلاي and ejection of the submucosa is increased. نجي هنا على الرسم، حيكون هنا موجود عندنا الطعام، حصير هنا عندنا الامتصاص هنا خلال عملية امتصاص الطعام، امتصاص الطعام شو حصلنا؟ هنا دورة التدفق مالت الدم عندنا يكون كلش سريع، يزداد قلنا همين موضحينا، والمواد المجاورة إلى بسبب ميوكوسا راح تزداد، تزداد كم الكمية راح تزداد بها إلى 8 فولد 8 أضعاف. Next word, blood flow muscle layer intestine increase with increased motor activity of the gut. يعني راح تزداد عندي الحركة بالجهاز الهضمي، شيء أكيد يعني طبعا راح تزداد عندي تدفق مالت الدم، راح تزداد عندي شنو الحركة. لأن هسه شنو المسببات؟ أول مسبب عندي أول زيادة عندي بالفلاي بهذه أهداب أو الشعيرات راح تزداد بها في حالة الامتصاص. النوع الثاني مثل عندي زيادة بالاكتيفيتي أو بالموتور اكتيفيتي النشاط الحركي اللي عندي بالقات. مثلا نعطيني مثال يقول بعد الوجبات لما أتناول الطعام راح تكون عندنا شنو؟ تكون سبايك ويلز اللي راح تحفزني تكون عندي حركات الهضم التمعج وغيرها، يعني راح تزداد عندي شنو؟ تكون عندي الموتور اكتيفيتي النشاط الحركي، وراح يزداد شنو عندي همين؟ السكرتوري
secretory activity نشاط الافراطي والabsorption أو absorptive activity نشاط امتصاصي راح يزداد، بالتالي تدفق الدم عندي شنو راح يزداد. لكن راح يرجع طبعا الخطة ال 24 ل 2 إلى 4 ساعات. Now possible case increase blood flow during gastrointestinal activity، يعني مو الأشياء اللي ممكن تسبب لي ازدياد بتدفق الدم خلال النشاط اللي يكون عندي في الجهاز الهضمي. بشكل عام يقولون انه انكلير يكون غير واضح هذه المسببات، لكن انطوا ثلاث اسباب ممكن تكون هي الاجوبة الصحيحة. الفيرس عندي طبعا هسه راح نلاحظ المسبب الاساسي كلهن راح نحكيهن راح يسبب لي بازو ديليتر، يعني لي تسبب لي توسع بالاوعية الدموية، بالتالي راح يزود لي المرور مال الدم. نجي على الفيرس اللي هو سيفيرال بازو ديليتر سبستانس ريليز فروم ميكوسا، انه طبقة الميكوسا الموجودة عندي بالجهاز الهضمي راح تفرز لي مواد تكون بازو ديليتر موسعة للأوعية الدموية. شنو هذه المواد؟ هذه المواد كولستوكينين، بازو ديليتر انتستين بيبتيد، غاسرين وسكرتين. The same hormone controls specific motor as the secretory. تقول لي نفس هذه المواد اللي أخذناها هي الهرمونات راح تأثر لي على الحركة وعلى الاكتيفيتي مال الجات ونشاط الأفراز الجات. السكوند قال إنه أكو بالجهاز الهضمي يكون عندي جلاند راح تفرز لي نوعين من الكينينز اللي هو الكاليدين والبراديكينين. كل واحد من هذا النوع ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي increase because of vasodilation، بالتالي ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي increase بالفلو مالت الدم. these kinins هذه الكينينات راح تكون باور vasodilators، يعني كلش قوية بتسبب توسع الأوعية الدموية. نجي على السبب الثالث، لما هذا سبب مختلف يعني مش أمارته، هو إنه يقولون الجهاز الهضمي يكون يجيني الدم يمر الدم راح يكون decrease بالأكسجين، يعني تركيز الأكسجين يكون عندي قليل بالجات، بالتالي حتى نزود هذه الكمية من الأكسجين راح يمرر الجسم دم أكثر. ليش؟ 15-200% راح يزود لنا increase the mucosal and gut wall راح يزود لنا بالمكاسة وال gut wall metabolic during activity طبعا راح يساعدنا metabolic reactions، بالتالي راح يسبب لي case vasodilation. ذا المسبب الأساسي الشيء الأساسي عندنا حتى ازداد تدفق الدم هو زيادة بالفازودليشن، توسع سرعة توسع الأوعية الدموية. السبب الأول بسبب هرمونات، هذه الهرمونات هي تشتغل بالفازودليتر سبستانس. السبب الثاني نوع من الكينينز، هذا النوع من الكينينز هم راح تشتغل بالفازودليتر. السبب الثالث إنه الجلد راح يكون بيتركز الأكسجين كلش قليل، بالتالي الجسم اللي يدي واصل أكسجين أكثر راح تهتم عملية الهضم فتزود لكمية الدم اللي مار خلالها تتوسع الأوعية الدموية بشكل طبيعي، بالتالي مسرعية النقصان بالأكسجين also lead to much fourfold increase بالأدينوسين راح يسبب زيادة بالأدينوسين. هذه كمان الموضوع نعم الوازد ليتر كود بي كريت فضل نعم نعطيها بالأخير عود كمعلومة عن فازودريتر، هو بالأخير يكون ريسبونسبل عن الانكريس بالفلو. The increased flow during increased gastrointestinal activity will compound. لا يقول إنه ممكن مو بس هذه المسببات، ممكن إنه المسببات كلها راح تشتغل سوا أو عدة فاكتورات ثانية إحنا ما ذاكريها راح تسبب لي هذا الفازودريتر، هذا التوسع بالأوعية الدموية وتدفق زيادة تدفق الدم، يعني مش شرط بس هذه المسببات الثلاثة اللي ذكرناها. بما انه اخذنا باللاي وقلنا انه هذه الاهداف شنو راح يصير بيها ويزاد بيها التدفق، حيصير بيها ك
counter current، عكس التيار. شنو عكس التيار؟ نجي سنحضر ونشرحه على الرسم. يقول عندي the arterial is followed to the blood، يعني الدم القادم من الشرايين راح يكون داخل الفلاد، والدم او البينس يكون follow out، يعني الاوردة تكون خارجة من الفلاد. هذا بالعكس، غالبا هي الاوردة هي اللي تجيب الدم وتدخله، والشرايين هي اللي تطلعه من البارت مالت الجسم. سو يصير الدايركشن مالتهم شنو؟ بوزيتيف او بزت، عفوا او بزت، متعاكسات. فيشل كلوز بوزيشن، يعني راح يكون بمناطق متقاربة. because الفاسكولار ارنجمنت، بسبب هذا الترتيب مالتها لهذا البازلز، كلوت اكسجين از ديفيوز، راح يصير شنو؟ يصير لانتقال الاكسجين او انتشار الاكسجين مالت الارتريولز دايركت into the adjunct venous، يعني راح ينتقل يصير لانتشار للاكسجين من الشرايين الى الاوردة. without ever being created the blood tips of the villi، بدون ما راح يجي يوصل لهذا الاكسجين الى اعلى بارت بالفلاي. نجي هسه نوضحها هنا على هذا الرسم. قلنا انه الشرايين حتكون اللي يعني داخله، والوريد اوت خارج من الفلاي، وراح يصير عند انتشار صار عندي انتشار من هاي الشرايين، صار لي انتشار للأكسجين هنا، صار لي انتشار للأكسجين من الشرايين للأوردة بدون ما هنا هذا التب مالت الفلاي بدون ما يوصل إلها. ليش؟ هنا تسبب لي حالة مرضية معينة هسه راح ناخذها. خلال شنو؟ خلال short cervical route، خلال دوائر تكون صغيرة. recognize control of kidney، زين هذا الميكانيزم مع انتقال الأكسجين هم موجودة في مكان معين، وهذا الكورنت ميكانيزم راح تكون بالفيزارتيكال للكدني دولة. normal under normal condition صار عندنا شينتينج، تحويل الأكسجين من الأرتريز للفينس. هذا يكون شنو؟ not harmful، مؤذي للفلاي، ما راح يؤذيها. لكن في بعض الأحيان بحالات مرضية أخرى تدفق هذا الدم، شو حسبب؟ سبب لي acute flight، سبب لي تقليص، أو سبب لي إنه تقل الكفاءة، يعني such as circulatory shock، يعني يصير عندي مثل صدمة دورية بالدم. The oxygen is device in the tip، راح يوصل لي هذا الأكسجين وين؟ إلى أعلى البلاي. I become greatly in the villus tip، يعني راح يوصل الأكسجين هنا ويبقى أكثر تركيز إلى هنا، راح ينتقل بقية الأجزاء. هذا إيش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي death and disintegrate، راح يسبب لي تفكك من هذا البلاي، راح تموت عندي هذا البلاي وراح تتفكك، يعني ما حيوصل هالأكسجين، راح يبقى لي في مكان آخر مناطق البقية راح يوصل هالأكسجين. therefore نهم جاي نكمل على عن الشوك متحدث عنها. البلاي become seriously blinded، راح تضعف كلش. and lead to greatly diminished intestinal absorptive capacity، يعني راح يقلل لي كفاءة او القدرة، او تطمح لي عند القدرة والكفاءة مثل الانتستين حتى تمتص لي المواد. نكون ختمنا المحاضرة او الشابتر.